يود الكثير منا التجول والتنقل بكل الشوارع والطرقات وبالوقت الذي يريده وبدون مجهود كبير كالانتظار وطلب سيارة لنقله. سنتحدث اليوم مشاهدينا عن مواقف سيارات الأجرة. سيارة الأجرة أو المعروفة بالتاكسي هي وسيلة مواصلات عامة لنقل فرد أو مجموعة بحسب نوع وحجم مركبة الأجرة. يستأجر الراكب التاكسي لإيصاله إلى مقصد محدد يختاره الراكب على خلاف وسائل النقل الأخرى. في الوقت الراهن أصبحت إشارة مواقف سيارات الأجرة متوفرة عند أغلب وأبرز مراكز التسوق والمحلات التجارية الكبرى. تعد هذه الإشارة من الإشارات العالمية التوضيحية والتي تتضمن كلمة تاكسي بالإنجليزية. توضع دائما هذه الإشارة بالقرب من مخارج المحلات ومراكز التسوق، ويكون اصطفاف مركبات الأجرة بطريقة منظمة لتسهيل عملية النقل. أما مركبة الأجرة دائما على سقفها لوحة بلاستيكية توضيحية بها كلمة أجرة أو تاكسي. فالباحث عن سيارة أجرة لنقله ما عليه سوى الذهاب لهذا الموقع. انتظرونا في موعد جديد مع فقرة إشارات ودلالات.